في ريف إدلب حيث تكثر أشجار الزيتون المعمرة، يضطر الكثير من الأهالي إلى قطع أشجارهم من أجل التدفئة، وذلك بسبب غلاء أسعار المحروقات وفقدانها في كثير من الأحيان. غير أن قطع الأشجار بشكل جائر بات ظاهرة تهدد باستنزاف الغطاء النباتي في المنطقة، وهو ما قد ينتج عنه مخاطر جمة. نحن أهالي وسكان منطقة جبل الزاوية، أهالي إدلب الخضراء، يعني كنا نسميها إدلب الخضراء لكثرة أشجار الزيتون فيها، كانت تسمى إدلب الخضراء، وأكبر نسبة كمية الزيتون موجودة في إدلب الخضراء هي عندنا هون نحن في جبل الزاوية. ولكن يا حسرة صفت هلا مو إدلب الخضراء، إدلب الصحراء، بسبب يعني الكثافة اللي أقبلت عليها الأهالي على قطع أشجار الزيتون بسبب غلاء المازوت والمحروقات بشكل عام، يعني اسعار جنونيه، يعني شغله كبيره، والعالم ما قدرت تشتري طول الحطب، يعني اليوم طول حطب الزيتون 70,000 ليره سوري، برميل المازوت تقريبا ما يعادل انه كمان شيء 70,000 65,000 70,000 ليره سوري، مدخول ما في، باب معيشه ثاني ما في، عمل كمان ما في، العمل نهائيا ابدا، فالعالم يعني ما لا الا انه التجأت لقطع اشجار الزيتون. ومو يعني بشكل يعني 5% من اهالي جبل الزاويه عمال بيقطعوا او 10، صدقوا بدون مبالغه يعني كميه الزيتون بس السنه اللي قطعت عندنا هون في جبل الزاويه اكثر من 20% من الاشجار المثمره عندنا في منطقه جبل الزاويه انقطعت فقط بقصد قد الحطب بسبب الاسعار الجنونيه اللي اجتنا من المحروقات وبسبب الحرب والطيران وما بعرف شو والى اخره، يعني في عندنا اسعار جنونيه، اسعار خياليه، بنتمنى يعني شيء مساعدي، شيء حد يعين هالعالم من التخفيض لاسعار المازوت لاسعار المحروقات لهي، وعلما هلا طول الحطب 70,000، ولكن بكره في بدايه الشتوي او في نصف الشتوي راح يوصل طول الحطب لل 100,000 ليره سوري، وبرميل المازوت ما حد له ثقه، اليوم ب 70,000 بكره ب 80,000 بعد بكره بجوز ب 100,000 بعد منه بجوز، يعني اسعار خيالي، والعالم بقى هلا تقريبا صفت بدايه يعني الشتوي، فالعالم ما لاقى الا انه بدها تحط أموني أو ما راح تقدر العالم تحط موني كامل يعني للحطب، يعني أقل بيت اليوم بيستهلك 2 طن وما حد له ما قدرت يشتري 2 طن، راح يعني اللي بده 2 طن صار يشتري من عندي 500 كيلو جرام من الحطب، وبكره بالشتوي يعني معظم الأهالي بيجوا بيجيبوا 50 كيلو بيشتروا 100 كيلو على حسب المقدرة، ونحن ما فينا نقدر نراعي إنسان، ليش؟ لأنه هي الأسعار بالأساس إنه أسعار خيالي أو عالم يعني بيعينون الله، وارتفاع المحروقات ما لنا إلا الله. هلا كمان نحن في جبل الزاوية، هاي هي أرض أنا بصفتي بضمن زيتون يعني وبجيب جهاز واسطة باخذ الأراضي، هاي أرض كانت كلها أشجار زيتون، فصاحبها ما في عنده الإمكانية يعني بقل يشتري إنه طونين أو ثلاثة حطب أو أربعة حطب، يعني من أنتو عنده عيلتين ثلاثة فبده خمس طونات بيطلع أقل شيء 200,000 300,000 ليرة سوري، وما في معه قدرة، فقلع الأرض تقريبا كلياتها لحتى يحط فقط مونة الحطب وتركها بقى المنسورة السنة الجاية، يعني شو بده يشتغل فيها؟ ما راح يشتغل فيها شيء نهائيا ابدا. هاي يعني شخص من عدة اشخاص، جميع اهالي قرى جبل الزاوية باكمل عمل بتقوم بقطع اشجار الزيتون، ما ضل عندنا يعني سنتين ثانية، انا واثق اذا ظلت الامور هيك انا راح اتوقع انه ما راح تسمى ادلب الخضراء، راح نسميها ادلب الصحراء. يعني راح نصفي صحراء، راح نرجع لل 60 او لل 50 يعني 10% ما في عندنا اشجار زيتون، وهي جميع اهالي جبل الزاويه عمال بيقوموا بقطع اشجار الزيتون فقط بقصد انه يحطوا مونت الحطب، لانه الشتوي جاي وبكره شو بيصير بالشتاء من مطر من ثلج، نحن هون نشتهر يعني احنا مرتفعين 850 كيلو 850 متر عن سطح البحر ببروده الطقس عندنا، يعني عندنا الطقس بيكون بارد جدا، الثلوج دائما مستمره، وعندنا بيكون في ثلوج كميه كبيره، يعني عندنا من الثلج والعالم بدها تدفى اجباري شو بدها تعمل، فما لا الا ندورت على اشجار الزيتون فقط، ليش؟ لانه اشجار الزيتون فيها الكميه الاكبر من الحطب، يعني ولا لو في كمان شجر ثاني كمان في كميه حطب كمان كانوا قلعوا، وسنتين ثاني كمان الكرز على هاي كلياته كمان راح يكون مقلوع، وبعيننا الله شو بدنا نعمل؟ ومثل ما قالوا ما لنا غيرك يا الله.
أخطار قلع سجرة الزيتون تؤدي إلى انجراف التربة، لأننا نعيش في منطقة جبلية. ننصح الأخوة الفلاحين بعدم قلع سجرة الزيتون لأنها مرحلة من الزمن وسوف تمر في النهاية، وتبقى سجرة الزيتون وهي سجرة معمرة وتساعد على تنقية الجو، على تنظيف الجو من الغبار، طرح الأكسجين في الجو، تجلب الرطوبة، تجلب الأمطار، رياحة المنظر في المنطقة، تعري الأرض من السجر، تؤدي إلى مصائب في المنطقة في عدم جلب الأمطار إليها. بسبب غلاء أسعار المازوت وتسكير الطريق من قبل فصائل البكيكي من قبل الأكراد، يعني شهر بسكروه 10 أيام بيفتحوا، هالشيء هذا أدى لارتفاع غلاء أسعار المازوت كثير، ف يعني ما في مدخول، ما في شيء إنه نقدر، ما في ماديات إنه نقدر نجيب أو نشتري برميل مازوت، لأنه حق برميل المازوت تقريبا 70,000. 70,000 يعني تقريب 160 دولار، هذا مبلغ كتير كبير، فاضطرينا انه نقلع اراضي الزيتون لنا، او ما هو مجمل اراضي الزيتون، يعني اضطرينا نقلع اغلب شجر الزيتون اللي عندنا مشان ندفع عليه. وطبعا هذا الشيء يعني كتير صعب انه تقلع شجرة زيتون، هي بإدلب، يعني إدلب هي أدلب الخضراء بسبب شهرتها بكسر أشجار الزيتون. هلق نحن عم نضطر إنه نقلع أشجار الزيتون، وهذا شيء خطير، يعني عم تقلع، لما عم نقلع شجر الزيتون كأني واحد عم يقلع عم بيقتل ولد من أولاده، أو عم تطلع شيء من جسمه، لأنه هالشجرة هاي عم نربيها مثل ما بيقولوا، مثل ما بيقول المثل، عم نربي كل شبر بندر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ألتقيكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.